أورنيلا جبرانجين شو بتحكي عن ستافرو الوالد بعيدا عن الرسام والكاريكاتوريست. أخبركم عن بابي عن ستافرو. مش ستافرو ولا الفنان ولا الكاريكاتوريست ولا الرسام اللي بتشوفوه كل يوم انتم بالجريدة. لا خبركم ستافرو باي اللي أنا هلأ كنت عشت معه أكيد فترة قبل ما أتجوز لأنه هلأ مجوزة. شو بدي خبركم؟ إذا بدي خبركم ما بخلص لأنه كتير 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 زلمة فظيع. مش لأنه بيي عنده انرجي بيركض ركض الحياة مش مقدرته. بصير اطلع فيه انا بقول له بابي انت اكبر مني بمنيح انه يا ريت تقدر تعطيني هالانرجي اللي عندك اياها لانه انا مثلا بيجي ليه ببلش تضل بضله هيك عيط علي شو بدك تضلك تعبانه شو بدك خذ الحيويه وخذها ما بعرف شو هو اسم الله ما بيهدى نون ستوب بيركض ركض بقوم الساعه 4 بكره بوعيني قومي بدك نمشي بابي هل حدا بيمشي على بكره الساعه 4 لا بدنا نكون عندنا حيويه بدي بلش النهار شو بكي وما بدنا نخسر دقيقه من انه عرفتي بضله معجوق من على بكره بيوعى الساعه 4 بضل عم يشتغل كل النهار بس بياكل هيك بلقمش كثير بحب الشوكولا وهيدا الشيء علمني لالي هلا هو شيء حلو ومش حلو ابدا لانه كل وقت بنصح من ورا كل تكي بيقول لي شو عندنا شوكولا هلا شو بدك تجيبي لنا شيء طيب شو سو اعطيني غرام الشوكولا لالي هيدا بالنسبة للشوكولا بالنسبة للرسم ما مش كتير اخذ منه اشياء بس اكيد اخذ يمكن الخوتن الموجودة فيه انتو بتعرفوه يعني ستافرو انسان هيك بيعطي من كل قلبه بكل شيء باسيوني بكل شغلة بيعملها يعني ان كان بالرسم بالتصوير حتى بحياته العائلية كان يعني بيعطي للاخر بكل شيء بيعمله. باميلا جبرا رومانس ترسم على طريقتها ملامح من ستافرو جبرا البي والصبي. بالنسبة لإلي فنان متعدد المواهب يعني من الرسم للتصوير حتى بالرسم مش بس يعني هو معروف كرسم كاريكاتير بس هو المميز فيه انه كمان قليل تلاقي فنان بيرسم كمان بورتريات وبيبرع فيهم بيرسم البورتري بشكل انه ما بتحس كأنه صورة يعني كأنك صورة عم تقشعيها وغير هيك بالكاريكاتير كمان متعدد المواهب انه بيرسم بثلاث لغات يعني مش بلغة عربي بالعربي بالفرنساوي بالانجليزي وحتى كمان بحسه مميز بدون تعليق نو كومنت يلي اوقات بتقري الكاريكاتير بتلاقيهم عم بيحكوا حكي يعني تيوصلوا لك المسج لا هو من الرسمة لحالها بخليها تحكي اوقات وقت يكون الحدث عن جد قوي منه بحاجة لكلمة تعبر فيه يعني.